عندنا مشروع اللي هو مشروع العين الذكية، مشروع يدعم قواعد البيانات من ناحية عناصر الذكاء الاصطناعي. وظيفة هذا المشروع تكوين أكبر قواعد بيانات تساعدنا في عمليات الذكاء الاصطناعي. سيارة العين الذكية هي سيارة تقوم بجمع البيانات، مزودة طبعا بكاميرا بانورامية 360 درجة، تساعدنا في جمع البيانات الموجودة في الميدان كاملة. تم قطع فيها تقريبا حوالي 9000 كيلو متر طولي حاليا، وجاري التحديث على بعض المناطق على حسب الاحتياج. طبعا المخرجات اللي نحن نطمح لها تكون من هذا المشروع اللي هي أن تكون عندنا بيانات قوية داعمة لقواعد البيانات الموجودة عندنا في بلدية مدينة العين، اللي تساعد متخذين القرار في عملية إصدار قرارات واتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة. من هذه المخرجات طبعا بتكون عندنا حصر لجميع المباني الموجودة في العين، حصر لجميع العناصر البنية التحتية سواء كان أعمدة إنارة، شوارع، بالإضافة إلى حصر العزب، العناصر الطبوغرافية والجيوميكانية بتكون أيضا من ضمن مخرجات المشروع هذا. طبعا عندنا فريق مختص وأيضا برامج مختصة تساعدنا في عملية جمع هذه البيانات وتحليلها والوصول فيها المخرجات أفضل، تساعدنا في دعم أصحاب القرار في قواعد البيانات المكانية. آلية عمل السيارة أن تتم جمع البيانات عن طريق السيارة، وبعدين توصل هذه البيانات للفريق المختص في المكتب يعمل له على برامج متخصصة. طبعا الطلبات تينا من الإدارات المعنية بناء على حسب الحاجة، اللي هي تبع كل إدارة على حسب الاحتياج الفعلي اللي هي تبغي مثل هذه البيانات، مثل بيانات متعلقة بالبنية التحتية، بيانات متعلقة بالمراكز الخارجية، بيانات متعلقة بالدراسات المستقبلية، وكل هذه الأشياء يوفرون الفريق المعني ويسلمون الإدارات المعنية حسب الوقت المطلوب. مشروع العين الذكية طبعا هو مندرج من تحت مشروع تحديث خرائط الأساس، اللي ساهم كثير في عملية رفع كفاءة قواعد البيانات والأمور التحليلية في القواعد البيانات المكانية.